Chuma. Bien, Chuma. لا خلينا غير نتوكل انا اعرفك
أنا من آسيا بالحلم بصفتك كي تمل وتضعف. نعم 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 نعم. خلينا نتوكل على الله. اتعال كما شئت. شكون اللي يتكلم دابا؟ خادم القرين. من اخدم السحر؟ كيف اسم خادم القرين؟ نعم. كيف يعني؟ انا من اجدد لها بالنعم. عاشق عاشق. كيف يعني عاشق؟ عاشق القرين هو من يأمرني. إنه إني أتعذب. أنا من أتعذب وهو يخرج البدن. نعم. كيف يعني يخرج البدن؟ كي يأتي بالأسحار. نعم نعم. أجي أقرب جلسة أنا في هذا الكرسي حدايا عشان ما نشوفش السباكة. ذهب بها إلى المقبرة. أجي هنا أجي هنا هو كرسي قرب به لهنا. نعم قرب به جلسة. يكفي. تكلفصوا عليك. يكفي. أجي جلسة وأجي جلسة هنا أو يكفي. يكفي. أجي جلسة هنا. يكفي. ما تكشفناش ما تكشفناش غادي نهز كل تخكا. جلس المصيبة جلس. هادو طفينا جلس. ودور دور كما كمالتك انا عندي واسمع مزيان شكون انت. حاول توضح شوية وش راك تقول. انا مش فاهمك كاع وش راك تخربق. واش ها واش لا ما غادي نضربو تحت غير نضهضر. واش نوصلوا للحل؟ انت دخلت باغي تكلم باغي الحل ولا غادي ندخلوها قرايه وشوايه وغادي تطيب مع راسك وتغوت وتمشي ونعطيك فرصه من المره الجايه عاود تدخل ما تبغيش تهضر نطيبك مزيان ونشويك مزيان ونصيفطك عاد حتى اذن الله. واش راك باغي تقول؟ تفضل عندك شي حاجه باغي تقولها. نعم دابا واش انت هاد الجين اللي معاك في الجسد مكرفصين عليك؟ نعم معدين عليك؟ نعم. انت بغيت تنتقم؟ نعم. بغيت تفضحهم؟ نعم. علاه زعما؟ ما بغيتش نبقى في الجسد. علاش ما بغيتش نبقى في الجسد؟ ما قديتش. لا من ما قديتش عليها. ها شو درت لك؟ ها تعذبني. تعذبني بزاف بزاف. واش درك انت كتعذب ومليت من هذا الدين اللي كيعذبك ولا بغيت تعرف على هذا الدين اللي كيعذبك؟ لا ولا راك باغي تعرف على هذا الدين اللي راك كيعذبك؟ ما فهم والو. راك باغي تفهم؟ ما فهم والو. بغيت نتعلم. بغيت تتعلم؟ انت غادي انت تسال وانا اجيب. نعم يلا تفضل. اما التساؤلات اللي راه عندك انا نجاوبك عليها. اول سؤال اني اعيش بظلام. هذا احنا عارفينه. لا اعرف لا اعرف حتى ديني. اعرف شيئا ما. زيد. جئت بالحسد. قلت بالحسد؟ نعم. وش راك باغي تعرف؟ واش راك باغي تعرف انت؟ واش راك باغي تعرف؟ وتفضل. شو احنا كنعطيوك وقت وكنسمعوا لك
يعني راك تقول لي قرا عليا على هذا الحسب؟ لا واش بغيت؟ انا قلت لك سالني هي انا واش قلت لك؟ انا سالني انا نجاوب. نعم هي فاش راه عندك الاشكال عندك انا نسالك واحد السؤال. دابا انت بشحال عشت في هذه الارض؟ سنوات كثيره. لا شحال عمرت هذه الارض؟ شحال سنه بعمر الجن ماشي بعمر الانس؟ بالبدن ماشي في البدن، في هذه الحياه من نهار خلقاتك الام ديالك وانت في هذه الارض شحال عشت في هذه الارض؟ سنوات كثيرة؟ 200 عام 300 عام؟ لا شحال؟ اقل 100 عام؟ اقل. نعطيوك سيدي حنا غير 20 عام مزيانة. لا اقل. نعطيوك 10 سنين مزيانة. لا ناس دي عشر. نعم روح سيدي الله يسخ بالبدن وخليني نهضر. 10 سنين انت في البدن؟ نعم. وانا ما قلتلكش شحال من سنه وانت في البدن؟ نعم. قلت لك انت فوكاش تخلقت في هذه الدنيا؟ فوكاش تزاديت في هذه الدنيا؟ قرون. قرون؟ نعم. شحال كاع مقر؟ شحال 200 عام 300 عام؟ لا 400 اقل. قرون قلت لي القرن هو 100 عام، حنا كنحسبوا بال 100 عام القرن. نعم. شحال مقر؟ واش جاوبني راك تضيع لي الوقت والناس راه تستناني عندي رقيه على برا سفريه دركا بالليل. خلينا الله ينعس الشيطان وخلينا راه عطيك الوقت وراني كنهضر معاك ما تضيع ليش وقت حتى الوقت ومن ذهب الا متقرضه قرضك. وانا عارف انك عشت في الظلام. وغير سمعني انت قلت لي عشت قرون، حنا غادي نقولوا انت عشت غير 100 سنه ياك؟ حنا غادي نقدروا نقولوا سيدي انت عشت 100 سنه فوق هذه الارض. هاد ال 100 سنه كلها اللي عشتها سبق لك دخلت شي جسد ولا سمعت شي قران ولا اعتذر ولا سمعت شي كلام ولا كتاب ولا شي تعويذه ولا شي طلسه معذباتك بقدر ما عذبك هذا الدين؟ لا. امر عذاب ذقته في حياتك ديال من؟ الدين. هو العبادات ديال المسلم؟ هو عبادات المسلم؟ لا. والصلاه ديال المسلم اللي كتصليها هي؟ اوف يزيدها قوة. أوف أوف أوف. ما تنويليش قيس حتى راني نهضر مع الدوما صاحبي. الاسم قادو خليني نطرح عليك الأسئلة ديالي. أنا باغي نوصل لك الفكرة الحقيقة. وبعد علينا هاد أوف هادي. قول عييت 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 مليت مليت مليت. آهن 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 ولكن أوف أوف لا ينقزها. يلا واسمعني اسمعني. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دابا انت هاد السنوات اللي عشتها في هاد الارض عمرك حسيت بالالم اللي حسيته بكتاب الله؟ لا. وبهذا الدين وبهذا الاستقامة على المسلمين؟ دابا خصك تطرح تساؤل على عقلك، دابا علاش بالضبط هاد القران هذا كيأذيك؟ وجاوبني علاش هاد القران كيأذيك؟ هذا تساؤل تطرحه على نفسك، علاش هاد القران عذبك؟ 10 سنوات وانت في المرار، نقدر نقولوا السنوات الاخيره عذاب اليم، بحال شي واحد عطاه السجن مع الاعمال الشاقه. هاي مشكله، مشكله. جاوبني. كنت متوقع غادي تدوجت الحريه ودير ما بغيت ولكن ما قدرت. ودابا واش هو الحل دابا؟ علاش ما تكونش انت بحالها؟ شوف نعطيك واحد النصيحه زوين والله الا بغيت نتكلم معك بصح راني خايف انك تكون ماكر كذاب ولكن اقيم عليك الحجه لا باس. اسمعني هاد الاخت هادي تكلبوا عليها مجموعه ديال الجن. اوف وما تأففش علينا. صافي بزاف بزاف ديال وهاد الجن هادو كلهم قدروا ينزعوا منها العقيده ديالها؟ قدروا ينزعوا من القلب ديالها كلمة لا إله إلا الله؟ قدروا يخرجوا لها العقيدة الصحيحة من قلبها؟ قدروا يصرفوها عن الله وعن العبادة؟ قدروا يمنعوها عن الصلاة؟ قدروا يمنعوها عن القرآن عن الطهارة؟
عن التصدق، عن الكلمة الطيبة، عن السعي في الخيرات. هاد الجن كلهم كبار، ملوك، أسياد، سلاطين، عظماء، عشاق، يهود. سيدي احنا غادي نقولوا كاع الأصناف جامعت وتكالبت عليها، فبالله عليك وهم أقوى منها، يعني هو أبطش وأطغى، ولكن الله عز وجل نصرها ولا لا؟ استشعرتوا النصر دي الله للعبد المؤمن ولا لا؟ استشعرتوا القوة دي النصر دي الله عز وجل للعباد المسلمين ولا؟ يعني الله عز وجل ينصر المسلم ويعلي قدره. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حقيقة أم لا؟ حقيقة أم لا؟ دائما أسمع هذه الآية دائما. منين انت دائما تسمعوا هذه الآية؟ هذه الآية تربيت تعلمت علماتك شي حاجة ولا لا؟ تأدبت فهمت؟ وجاوبني، تربيت وقر الحق في عقلك، استقر الحق في العقل ديالك، فهمت أنك ظالم؟ ظالم بزاف بزاف فهمت بزاف. شو هو الحل دابا؟ ما هو الحل؟ ما عرفت كيفاش نخرج، ما عرفتش. احنا بغيناكش تخرج، إلا خرجت لربما تعود إلى الكفر أشد. بغيناك الخير، بغيناك تطلع عز وجل أنت يحسبك من العباد المخلصين المتقين المؤمنين، وديك القوة اللي مدها بها يمدك أنت بها، بصح في الحق، في نصرة المظلوم، في علاية راية الحق، في الإسلام، في التوحيد، في صراط الله السوي المستقيم، في النهج الحق، في دين محمد. نعطيك نسهلها عليك، نجيبها لك بالتالي، نسولك واحد السؤال وجاوبني. نعم. هل تظن أن هناك دين أحق من هذا الدين في هذه الأرض؟ نعم. ما هو الدين الحق في هذه الأرض؟ ما هو الدين اللي تكلبت عليه الأمم، اللي تكلبوا عليه اليهود والنصارى والشيطان والإسلام؟ علاش بالضبط الإسلام؟ لأنه على حق، لأنه على حق. إذا ما دام هذا هو الحق، واش خصك دير؟ خصك تبع الحق 10 سنوات وأنت في جسد مسلمة مؤمنة موحدة. ما تقول ليش ما تعلمت والو، راك تعلمت كل شيء. قرأ عليا شوية قرآن، تقرأ عليا. نعم أم لا؟ كيقولوا لي أدبها باش تولي منا، باش ما تبقاش بدينكم. وما قدرتش، غلبتني. الخدمة ديالي ما دارت والو. الخدمة ديالك ما دارت والو؟ ما دارت والو. شنو هو الحل دابا؟ بغيت نتعلم، بغيت نخرج من الحرب اللي راني فيها مع الدم، ما بغيتش نبقى فيها صافي. يلا ارفع السبابة ديالك. ارفع السبابة للسماء. ارفع نرفعها وما تكشفنيش، كاين جوج حواجيه ترفعها تقدي لي هكا 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 طالع هابط، ما ترفعهاش وروح ليها خلينا نشويوك شويه لحد توصلك الحراره والصهد وغادي تتعلم. رفع السبابات ديالك للسماء، ارفعهم لفوق وكرم مع هاد الكلمات. ترك عارف الحق من البر، حتى الا كان فيك خير الله غادي ينصرك، وغادي يعلي القدر ديالك، وارفع الشان ديالك، وغادي يوفقك للخير. رفع السبابات، رفع السبابات. علي يبلغني، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ارفع السباب، قل هذه الكلمات، اشهد
اش هادو؟ اش هادو؟ اش هادو؟ أنا أنا لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا 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 مشي محمدا 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 رسول الله رسول الله رسول الله رضيت بالله ربا آمنت بالله ربا رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبالإسلام دين وبمحمد وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله نبي نبيا ورسولا نبيا ورسولا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم العظيم أن أفضح عمل السحر أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أفضح عمل السحر أن أفضح عمل السحر وأن لا أعود إلى الكفر أبدا وأن لا أعود إلى الكفر وأن لا أعود إلى الكفر أبدا وإلى السحر أبدا وإلى خدمة السحر أبدا وإلى خدمة السحر أبدا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أرد المظالم إلى أهلها أن أرد المظالم إلى أهلها وأن أبطل عمل السحر أن أبطل عمل السحر يكفي وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وما يعمل مثقال ذرة خيرا وما يعمل مثقال ذرة شرا أريد اسما كيفاش تريد اسما؟ نعم زي ما نسميوك اسمية نعم شنو اسميك؟ اسمك هاد سميت ها؟ تبعوا له الحاجة فاطمتي هادي التالية قالت لك الحاجة نتبعوا له نتبع عايش جد لا لا ان شاء الله راه مسلم ان شاء الله يقدم الخير ان شاء الله غادي ينفع نتبعوا لك اسيدي نتبعوا لك بتور يلا يلا اسمعني واسمعني شنو كانت السميه ديالك نادر سميتك نادر نعم نادر يا صافي نسميوك نادر لا زدنا غيليا لا لا يا الله سيدي احسن اسم هو اسم محمد جميل نعم نادر ولا سيدي نختاروا مصطفى سموك مصطفى صافي سير مصطفى مصطفى تاهي زوين لا اصطفاك الله عز وجل لا بغيت محمد لا صافي روح محمد ما بغاش واخا دابا سي محمد حنا غادي نتكلموا معاك ونحكموا عليك بالظاهر ومع العلم انني لا اراك لا وان دائما احكم بالظاهر الله عز وجل ولا اعرف السرائر انا كنحكم بالظاهر الذي نراه والله اعلى واعلم طيب انت لما دخل سخون دخلت مقلي غير راسك بغيت غير نعرف دابا واش هاد الجن اللي معاك في الجسد حاقرين عليك وهضرب فمك ما تحركليش راسك معدين عليك بزاف مكرفسين عليك بحال هاد النوع ديال الاذيه اللي كيأذيك ضرب كيف الزعم كيضربوني كيضربوك كيتعدوا عليا في البدن زيد انا عرفنا بلي كيتعدوا عليك في البدن وتعدوا عليك في الحاسي ولا ولا عرفنا في البدن ماشي في الكوري ولا الحاسي عرفنا زيد زيد واخا
واش كان الدور ديالك انت في هذا الجسد؟ تحرش. كيف زعما ابتداء جنسيه؟ نعم. كنت تحبها؟ نعم. تحبها ولا غير كتحرش بها؟ احبها، كنت احب. تبغيها بزاف؟ نعم بزاف. كاع كان عملي هو الاعتداء الجنسي. يعني ما كنتش كتبغيها، كنت غير كتعتدي عليها، الحب ما كاينش. طيب يعني كاين منهم اعلى منك رتبه على حسب الكلام اللي راك تقول؟ نعم. كاين اللي هما اقوى منك واكبر منك واعلى منك رتبه؟ اخ هناك بالجسد. انا بغيتك تحكي لي على هاد الكبار هاد، تعطيني معلومات. اعور. شكون هاد الاعور؟ مسيح الدجال ولا فيها الداخل؟ زيد، شكون هاد الاعور؟ اسود. شكون هاد الاسود وهاد الاعور؟ حاول تشرح. ما شرح مزيان باش نفهم. صح. شكون هو هاد الساحر؟ حاول تشرح. تشرح تشرح. نصراني. ساحر نصراني؟ لا. زيد زيد. يحب يحبها أصحاب المقابر. لا يحب أصحاب المقابر. زيد ويأخذها إلى الضريح. مؤخرا أخذها إلى ضريح فاس. زيد اسم الضريح. يأتونه النصارى بن عيسى. ذهبت. نعم نعم سوف تخبرك بها. إنه نصراني يحب الدفائن والأضرح. هذه هي خدمتي. زيد. نعم زيد. نعم يتمثل بالطقوس. كيف زعما يتمثل بالطقوس؟ يريد أن وزيد إلا كانت عندك كونيكسيو ديما تقيلة بحال هكا غادي نلقى معاك مشكلة. زيد الدفائن. كنوز الدفائن؟ لا واش الدفائن؟ واش مثلا المقابر؟ المقابر. زيد المهجورة. زيد لا تتمثلوا باسم ديني. ومن بعد وهو دار دوك الصوالح ومشى لهاد المقابر وبغاهم. حنا من بعد واش حنا عطينا الزبده الصلب نتاع الموضوع، ورينا الطريق السليم اللي غادي تقدر تقدمنا فيه واحد المساعده بسيطه، حيث انك انت مسلم داخل هذا الجسد، حنا نستعين بك، ولكن انت اضرب الحال اللي راه داخل هذا الجسد. غتنقل لنا اخبار اللي راهم في الجسد فقط. شكون الكبير ديالهم؟ هو النصراني. يعني اذا دمر هذا النصراني تدمروا كامل. لا هناك خادم الدماء. احنا كنسولك على الكبير. الكبير اللي يأتمرون بأمره وينتهون لنهيه. شكون هو الكبير؟ انه اكبر ساحر. شكون هو؟ شكون هو؟ ربي السلام علي الاله. شكون هو؟ شكون؟ شكون هو؟ زهرية. احنا عارفينها زهرية. زهرية في الدم ديالها. فالزهرية فاشخر الدم. الدم فقط. زيد كمل. شكون هو الكبير؟ شكون هو الكبير؟ راك تفكر ولا؟ شكون هو هذا الكبير؟ شكون هو الكبير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واش هو ابنا؟ شيطان. شكون هو هذا الشيطان؟ عطيني المواصفات ديالو، الدور ديالو باش دخل، واش كيدير؟ كيفاش؟ مناش؟ باش؟ لاش؟ اشرح لنا. شيطان. كيف يعني شيطان؟ جاء أمي
العين حاسه، وكان من صغرها يعمل بها. باش يعمل بها؟ يشتغل ببدنها من صغرها. الناس كل من يسألها يخبره بالأمر ويتحقق ويوهم الناس. كان يخدم بها وهي صغيرة، نعم سيد، ومن صغرها، ويذهب بها إلى الطريح بمرافقة أمها. زيد، كان أمها تعلق أشياء من ملابسها في الأضرحة. بصح هادشي مرة وحدة اللي كانت صغيرة. بغيت تسخن اللي كانت صغيرة علقتي لها كسوتها في الضرع. باغي حطيتها صفيطمة. صفيطمة زيد صافي. نعم زيد صاحبي، راه عندك الروطار في النطق، راه عندك تعطيل في النطق. هذا راه صاحبي نيشان، هذا راك شفتني طار هضر دخل في الموضوع. هضر ولا سكت؟ هضر يا تهضر يا تسكت. إن قلت لك زيد، وش هو هاد السحر؟ يهودي، نصراني، ماسوني، مجوسي؟ نصراني زيد. طيار، سيار، غواص، طيار، معصوم، ونافريك، باص، شكون؟ طيار، طيار ينتقل بها من مكان إلى مكان، ذهب بها إلى كنيسة النصارى، نعم، كي يعقد زيد ويسحر، يريد توزيع سحره من مكان إلى مكان كي لا يفك الجسد. نعم نعم، وهذا أمر صعب. كاين جن مسلمين؟ نعم بزاف. واحد انت وشي واحد؟ نعم. دابا انت عطتنا فائدة، جزاك الله الخير. دابا انت مسلم؟ نعم. احنا بغينا نساليو هاد القصة وتخرج طلعها لله. دابا انت مسلم الحمد لله، راك على الخير. نعم راك صف الحق، مسلم مؤمن موحد. دابا ان شاء الله باذن الله عز وجل خصك تخرج طاعه لله. باغي تخرج شي حاجه فمك؟ ديما راك باش تشوف شويه. واش غتخرج؟ خرج. واش راك باغي تخرج؟ واش راك باغي تقيا شي حاجه؟ سحر اخلاط العين. تكلم تكلم باش نسمعك. الحسد، راه تخرج الاخلاط ديال الحسد والعين. ان حسد من الاقارب. حاسدة تريد ان ترى مدمرة. ان تراقبها من بعيد. كاين لهذه الاصحاب. يخ يخ
خدينا وخرج طاعة لله. ربي يعوضك خير إن شاء الله. تسمعني؟ أجي قلت لك ولكن مزيانة حسب شي حاجة خرجت منك؟ مرة مرة. واش احكي لي باش حسيتي؟ شي حاجة قوية دفعت لي في المحيطة وخرجت زيدي حسب شي فرق شي موضع في الجسم كان تقيل كان يضرك قلبي هل يضرك بزاف ما كنت تقدر نتنفس وعندي ضيق شديد في التنفس برك تنفسي عادي شوية الحمد لله حسب الفرق بصعب قلي تقل في راسي حسب حاجة خرجت من كرشك طلعت من كرشك وخرجت حاجة قوية دفعة دفعة الحمد لله الحمد لله كيفاش؟ كنظن تجينا حنا لحال بعيد كاين طاكسي نكملو هاد نحب نهضر مع الاخ هذاك بغيتو نكمل صافي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ربنا ونتوب اليك من جميع ذنوب الخطايا نتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اعلي رايه الحق والدين وانصر الاسلام والمسلمين اختل الشرك والمشركين ودمر اللهم يا ربي اعداك اعداء الدين اللهم اعلي رايه الحق والحق اللهم زهق الباطل واقذف الحق على الباطل اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتجاوز اللهم يا ربي عنا اللهم ينفهم سلم عن فهمنا ويا معلم داود علمنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي زدني علما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسرا ولا ألما ربي ما كان مصاب فمك وحدك وكم خطأ أو سهو أو زنب أو سيان في طريقة القرآن ونطق الكلام في الناس والشيطان الله رسول منه براء الله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين